الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وفي بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وفي مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أحمد خليفة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. وأعرب الفريق أحمد خليفة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية بين الجانبين، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة. كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم
تماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة. ووجه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم أتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية. وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة. الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجم لغاية عندنا وودونا الشهادة، كتر ألف خيرهم، متشكرين قوي قوي لإدارة التجنيد وشكرا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب. بذكر سيادة الرئيس الفضل الأول والأخير يرجع ليه، هو المهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مهتم بينا ومراعينا الصراحة في كل حاجة. الحمد لله الإدارة كانت سهلة وبشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا.